السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أحمد من ريتشارد جيمز، وفي فيديو اليوم راح نتكلم عن البراول تاك اللي نزلت الشركة عن التحديث القادم. فيب خلونا نبدأ. فنجي الأول إضافات التحديث اللي هو أضافوا براولر جديد على اللعبة اسمه 8-bit. طبعا هذا البراولر راح يكون تانك، بس راح المميز فيه انه راح يكون يضرب عن بعد. طبعا شكل هذا البراولر مستوحى من آلات اللعب او اللي يقولوا لها العاب الاركيد. اوكي، فراح يكون هذا البراولر الهيل تبعه زي ما تشوفون 6020، فممكن يتغير هذا الشيء مع التحديث. زي ما تشوفون الدمج حقه مرة عالي والرينج حقه عالي، فجندي صراحة مرة رهيب، يعني عنده هي العالي وراح يكون المدى حقه بعيد والدمج حقه مرة قوي. والسوبر حقت هذا الجندي شبيهة بسوبر بام، انه يرمي زي الآلة في منطقة، بس أول ما تدخل هذه المنطقة راح يسوي لك تعزيز للدمج حقك، يعني راح يزيد الدمج حقك نفس الستار باور حقت فرانك وللحلفاء اللي معك. طبعا الإضافة الثانية اللي هو إضافة سكين جديد اللي هو اسمه شاركولين أو ليون القرش، وبعد راح يسوون ريمود للبايبر زي ما تشوفون في التحديث انه غيروا طريقة المشي حقها وزي كذا. وعندنا بعد سكين راح ينزل البايبر في ستار بوينت. عندنا بعد سكين ستار بوينت الثاني راح يكون التاو سكين، صراحة مرة حلو. وعندنا بعد قالوا راح يسوون تعديل على ستار بوينت. طبعا راح تصير اول ما تلفل اي براولر رانك 10 راح تحصل عدد معين من الستار بوينت. وبعد قالوا راح يسوون بالاس تشينج على الجنود، راح ينزلون خرائط جديده وممكن تنحذف خرائط ثانيه. فيب هذا كان كل شيء في التحديث، لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم احمد من ريتشارد جيمز، ومع السلامه. मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े के उठ दे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े के उठ दे तूफान